احنا النهارده في افتتاح ماونتن فيو كلوب اي سيتي اكتوبر، واللي بيشهد تواجد مجموعه من الاكاديميات على راسها اكاديميه كره القدم اللي تحت رعايه ميدو، واكاديميه كره اليد اللي تحت رعايه ابراهيم المصري، واكاديميه باسكت بول تحت رعايه كابتن مدحت ورده. تعالوا معانا النهارده شوفوا اجواء اليوم. انا برحب بحضرتك على شاشه يلا كوره، وكنت عايز اسالك عن التعاون مع ماونتن فيو كلوب اي سيتي اكتوبر. شايف التعاون ازاي في بطوله البادل؟ طبعا دي اول بطوله جمهوريه للبادل هنا ناشئين وكبار في ماونتن فيو. يمكن ام في كلوب او ماونتن فيو هم من شركائنا من اول يوم، هم كانوا الراعي الاتحاد او المنتخب المصري للبادل السنه اللي فاتت، اللي اتاهل اول مره لكاس العالم في دبي، وكان اول منتخب افريقي بيتاهل. فاحنا دايما بنؤمن بالشراكات طويله المدى، واحنا كنا بننظم بطوله جمهوريه كانوا هم طلبوا ان هم يستضيفوها. طبعا النادي معمول على مستوى عالي جدا، فشفنا ان هي فرصه اخرى للتعاون، وان شاء الله التعاون مستمر ما بيننا وما بينهم الفتره القادمه. احنا ماشيين معاهم خطوه بخطوه، وعندنا اهداف كتيره بنحاول نحققها مع بعض. يمكن احنا حاليا بنطلق برنامج الطريق الى الف ناشئ، وزياده قاعده الممارسين على مستوى الناشئين، لان هي دي اهم حاجه. الشعب المصري بتلاقيه ان هو بيستقبل كل الالعاب المضرب بطريقه كويسه، هم بيحبوا العاب المضرب. يعني دايما بنشوف ان السكواش، احنا مثلا ما شاء الله في السكواش في حته تانية خالص غير العالم. في التنس على المستوى الاقليمي احنا كويسين جدا، حتى على مستوى الهوايه، انت لو طلعت على اي شط هتلاقي الراكت بيتلعب. احنا بطبيعتنا بنحب ملاعب، يعني مضارب العاب المضرب. اللعبه لعبه جميله، لعبه ممكن تلعبها على كل المستويات، على كل الاعمار، ممكن تستمتع بيها سواء على المستوى الاحترافي او على المستوى الهواه. فيمكن وطبعا في فتره اخيره بنشوف الاجيال الجديده عندها يعني نوع من الوعي اكبر بكتير جدا باهميه الرياضه. فيمكن الحاجات دي كلها مع بعض ادت الى ان اللعبه تنتشر بصوره كبيره جدا في مصر. برحب بيك يا جورج، برحب بيك يا يوسف على شاشه يلا كوره. كنت عايز اسالكم النهارده بس على اجواء اليوم كده، وشايفين البطوله بتاعت بطوله الجمهوريه انها تتعمل في ماونتن فيو لاول مره كلوب اي سيتي اكتوبر، شايفين الاجواء ازاي؟ والله اجواء جميله، مكان لسه جديد واول مره نلعب فيه اظن، فيعني بدايه جامده جدا بصراحه. الملاعب كانت كويسه وتحسنت على مدار البطوله، كان في شويه تظبيطات ظبطوها وكل حاجه بقت زي الفل. المكان يعني جميل بصراحه، حتى بره البادل الفايبز هنا، في ناس جايه تتفرج، جايه تتفسح، يعني اميزنج بصراحه الاجواء هنا. لا بطوله حلوه طبعا. ماونتن فيو دايما بتعمل بطولات بادل، واحنا شايفينها ان هي بتدعم الاتحاد وبتعمل معاه بطولات مش بس هنا في اكتوبر، برضو في فرع في كومباوند التجمع برضو بيعمله. فبنشكرهم على ان هم دايما واقفين ورا الاتحاد وبيبروفايدوا الملاعب والمكان والاجواء دي كلها عشان يحطوا بطولات تبع الاتحاد اللعيبه تقدر تحسن بيها الترتيب بتاعها. وزي ما يوسف قال، مكان جديد، مكان حلو، مش بس في البادل، في كل حاجة. والملاعب كانت حلوة، وبرضو زي ما يوسف قال كان فيش مننا شوية تعليقات أول يوم، الناس ما تأخرتش خالص وزبطت كل اللي احنا عايزينه. فدي أهم حاجة، انه يبقى فيه تعاون، وده اللي دايما ماونتن فيو بيقدمه يعني.